مساء الخير من الـ LBCI وإليكم أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. من يخلف ماجد الماجد وماذا عن آخر التحقيقات؟ سليمان مصر على التأليف ويرد على المهولين والمتخوفين. وماذا وراء اقتراح بر انتخاب رئيس الآن؟ وماذا عن الموانع الدستورية؟ نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وريمي درباس. مساء الخير. هل توكل رئيس الجمهورية على الله على الرغم من اعتراض حزب الله وقرر أن يسير في التوقيع على مراسيم الحكومة التي سيرفعها إليه الرئيس المكلف؟ الجواب جاء في متن الكلمة التي ألقاها عصر اليوم في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، والتي يمكن أن يستخرج منها إصراره على عملية التأليف. وقد جاء هذا الإصرار بصيغة أسئلة، ومنها: هل عدم التوافق على الحكومة الجامعة يحتم علينا البقاء من دون حكومة؟ هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على الاستمرار في رفض التشكيلات التي اقترحها الرئيس المكلف؟ إذا تعذر تأليف حكومة سياسية جامعة، ألا يحق للشعب أن يساهم في قيام حكومة حيادية؟ الرئيس قال كلمته ومشى إلى القصر ليلحق به الرئيس المكلف ويعقدان اجتماعا لجوجلة آخر المعطيات والتهديدات والتهويلات في حال جرى الإعلان عن تأليف الحكومة. ولكن يبدو أن قطار التأليف قد انطلق، خصوصا أن الرئيس المكلف ينهي اليوم شهره التاسع منذ إعلان تكليفه. وفي سياق المساعي علم أن الرئيس سليمان أوفد مستشاره خليل الهراوي للقاء الوزير علي حسن خليل الذي سيزور لاحقا قصر بعبدة بمعية المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل وكذلك الوزير وائل أبو فعور. هذه التطورات السياسية تواكبت والقنبلة الدخانية التي ألقاها الرئيس بري عن الدعوة إلى انتخاب رئيس الآن، مع علمه الأكيد أن هذه الدعوة دونها استحالات سياسية ودستورية. ولكن قبل كل ذلك نتوقف عند الألغاز الأمنية، ومنها قضية ماجد الماجد التي تندرج تحت عنوانين أساسيين. الأول: ماذا في آخر التحقيقات في مرحلة ما بعد الماجد؟ والثاني: من سيخلف الماجد على رأس كتائب عبد الله عزام؟ إذن ماجد الماجد وافته المنية قبل أن ينطق مبدئيا بأي من أسراره، فهل تعوض استخبارات الجيش بصيد ثمين جديد؟